السلام عليكم أخواتي وبناتي. بسم الله وعليه توكلت. أخواتي في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي ندير معكم صابلي، غنبدأ معكم من الأول للآخر إن شاء الله. كنشكركم المتتبعين ديالي بكم باش القناة غدا مستمرة. الله يجازيكم عني ألف خير. غادي نبداو بهاد الصابلي. المقادير ديالو عندي 250 غرام ديال الزبدة أو المارغارين، عندي ثلاثة البيضات، وعندي معلقة كبيرة ديال الجليكوز، وعندي قشور ديال الحامضة كبيرة أو ديال الليمونة كبيرة، عندي قبيصة ديال الملحة، وعندي شوية ديال الفلون كراميل، معلقة كبيرة فلون كراميل هو هذا، هذا هو الفلون. وعندي 100 غرام ديال الكوك بودرة حمرتو وطحنتو، وعندي واحد القبيصة ديال الخمارة انا ما تنديرهاش، غير شوية هزيت غير شوية الرويز ديال المعلقة صغيرة، وعندي كاس ديال السكر كلاصي ديال العنبة، وعندي كاس ديال العنبة زيت. هادو هما المقادير اخواتي. كنبداو بسم الله، غادي نجمع الكل حتى نضرب سنيدة مع السكر اللي هو السكر كلاصي، سكر كلاص انا درت السكر كلاصي. غادي نبدا بسم الله، نعجن قدامكم هاد، ندخلو السكر في الزبدة مزيان مزيان، ماشي مشكل، هاد المقادير كلهم غادي يتجانسو بعضياتهم، اصلا غادي نخلطهم. فكنضربها بهذيك المارغارين، تنضربها هي والزيت بهذاك الضراب اليدوي اللي عندي كهربائي، ولكن كاين بزاف الاخوات قالوا لي ديري لنا الطريقه العاديه. الناس اللي كيعجبهم الصابلي ديالي قالوا لي شاركينا الطريقه العاديه ديالك، هي هذه. كان تكون عندنا المارغارين او الزبده بحرارة المطبخ، كنضربوها مزيان، ندخلو داك السكر، هانتوما كتشوفو بحال هكذا، ضربوها مزيان. معليش واخا تشوفو هاد العناصر انا كلشي غادي نخلطو. غادي نزيد داك الكاس ديال الزيت، وغادي ندخل كل شيء، وغادي نخلط كل شيء تنسجم هاد العناصر بعضياتها. ندخلوا داك الزيت مع الزبده مع الكوك اللي محمر، مع نضربو مزيان، هانتوما كتشوفوا انا درتها لكم بالطريقه اليدويه، ماشي كاع ما ضربت الضرب الكهربائي كما قلت لكم لا والو، هي هذه الطريقه. نخدمو ديك المارغارين مزيان عاد نضيفو البيض.
باش ينجح معانا الصابلي راه كيبغي شويه ديال الوقت. شحال من وحده كتقول لك لا تيدي فورماليا الصابلي ديالي او لا كيسيح او لا كيتعوج، ولكن راه خاص بهذه الطريقه اخواتي باش نمشيو ينجح لينا الصابلي ديالنا. ممكن تشوفوا هانتوما، شوفوا هذا الصابلي المارغرين او الزبده خاصها تخدم مزيان حتى ما يبقاوش دوك هذا الكتل البيضاء ديال المارغرين. الله اكبر الله اعظم. دابا بعد اللي خدمتها هانتوما كتشوفوا صبحات بحال البومات، غادي نضيف البيض وحده وحده عندي ثلاثة البيضات. هذا بيض بلدي اخواتي عضوي، انا كان عندي موجود ودرتو. نتوما اللي ما عندوش ممكن البيض العادي نخدمو به، كنديرو بداك الشيء اللي فقط الا بغينا صابلي يجينا زوين. راه الحاجه اللي كتكون زايده التعمان ومزيانه كتجي تطلع الصابلي زوين. انا غادي نخدم هاد الصابلي ديالي مزيان ونتلاقاو وتشوفوني من غنضيف الدقيق ان شاء الله باش ما يطولش ليا لا فيديو. نتلاقاو في المرحله الاتيه. عفوا راني ما ضفتش هذيك المعلقه ديال الجليكوز، غادي نضيفها دابا. غادي تشوفوا معلقه ديال الجليكوز هي هذه عامره. هاد الجليكوز كيعطينا واحد القرمشه لهاد الصابلي ديالنا وكيجي اللون زوين ومذهب. انا جربت هاد المقادير هادو تيجي زوين الصابلي. كاين بحال الضرب ديال اللي عطينا مولانا رب العزه، هو هذا انتم كتشوفوا احسن ضرب كنديروا به الصابلي ديالنا. كما شفتوا اخواتي انا خديت واحد ثلاثه زلايف هادو ديال الدقيق، خديت ثلاثه غادي نضيف بالوحده بالوحده وغادي نشوف شحال غادي يهز ليا من زلافه ديال الدقيق. طبعا كنبقاو نجمعو غير بصباعنا بحال هكدا. فايت اللي خدمت معكم الصابلي ووريتكم كيفاش. فقط هذا تيجي محمر شويه، شنو اللي كيعطيه داك اللون او لا سميتو، يعني كيجي صابلي محمر. هذاك الفلور اللي زدنا ديال الكراميل. هاز لفه ثانيه الدقيق على حسب الخليط. انا درت جوج زلايف، يقدروا يجيوني هما هادوك، نقدر نزيد شي حاجه. يعني كلشي كنديرو معاكم، ما بغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا. الناس اللي كيعجبهم هذا، الناس اللي كيحبوني واللي متبعيني، والناس اللي كيعجبهم الصابلي ديالي ضايقينو وتيعجبهم. هاد الطريقه كتجي مضمونه 100%. ممكن عجنوه اش كنبقاو غير كنديوه هكا ونجيبوه حتى كيتجمع لينا الصابلي ديالنا. انا هز ليا جوج زلايف كبارين ديال الدقيق، يعني انا هاد الزلايف هادو عندي ثلاثة سيعطوني الكيلو، ثلاثة في هادو لانهم كبار، هما ديال
كبار بزاف، ماشي بحال هادوك ديال الشوربه، هادو كبارين. انا كنت عبرت كيلو، انا غادي نشوف واش غادي نزيد او لا. لا ما تيبان ليا مازال خصني نزيد شويه، حيت باقا كتلصق من حدا كتلصق، راه ما ناجحاش العجين ديال الصابلي ديالنا من حدا كتلصق بحال هكا بناتي. انا مازال غادي نزيد شي حاجه ديال الدقيق حتى ما تبقاش تلصق ليا في يديا. من ما تبقاش تلصق ليا اخواتي في يدي، هذا هو القياس. يمكن انا بالملمس ديال يدي راه هذا هو القياس، يعني ما كنعجنهاش ولا كندلكها، غير تندخل بحال هكذا. سنوريكم بناتي المبتدئات اللي عاد غادي يبداو يتعلموا الصابلي او اللي يجربوه، راه حتى حاجه ما سهله بناتي. حنا في الاول تخسرات لينا الحاجه وما جاتش هي هذيك، ماشي من اول مره الانسان تتنجح معها الحاجه، لا كنديروها ونعاودو ونعاودو، نديرو غير كميه صغيره. مثلا بناتي المبتدئات حنا دخلنا تعلمنا عند الناس وكانت حنا تخسر لينا الحاجه وهذا، ولكن مع الاستمراريه بناتي صافي ولينا اي حاجه كنديروها الحمد لله مضبوطه. وهي هذيك الحلوه ديالي راه هي معروفه، واللي ذاقها راه كتعجبو الحمد لله الشكر لله. انا هذا هو القياس اللي بغيت في الصابلي ديالي، غادي نجمعو غادي نديرو في بلاستيك وندخلو الثلاجه يرتاح شويه ونتلاقاو تشوفوه معايا. من ان شاء الله تشوفوه، ضروري خصو يرتاح شويه في الثلاجه، اوموا نصف ساعه ولا ساعه خص ضروري يبرد شويه الثلاجه عاد نخدمو به. كما شفتوا اخواتي الصابلي ديالي راه هو هذا، بعد اللي دخلته انايا الثلاجة برد شوية واحد نص ساعة خليته وجبدته، انتم كتشوفوه من هنا. هذه قسمتها على جوج، خرجت لي العجين جوج ديال المقادير. انا سرحتها هنايا رققتها مزيان، اللي غنضوبلها على جوج، غادي نطبع بهذا الكارو وغادي نطبع بهذه وغادي نطبع بهذا الدائري، وغادي نتلاقاو ان شاء الله وتشوفوني في منين غادي نطبع. باش المول ديالي ما يلصقش ليا كنخرج به كما شفتو، راني خرجت انا هاد المقادير كاملين، هاد الحبات كاملين خرجتهم. كنعاود ندير المول ديالي في الدقيق بحال هكذا، كنفضو نفضو مزيان من الدقيق وكنجي ونطبع الحلوه ديالي، نبرك عليها من هنا طبعا باش تخرج ليا دوك هاد بحال هاد الديكور هذا وهاد الموتيف. غادي نعاود نستعن بالدقيق كل مره كنفض المول ديالي ونعاود نطبع. ها انتم كتشوفوا انا غادي نهزو الصابلي ديالي ما كيديفورما ليا ما والو، هكذا ها انتم شفتوا بحال هكذا. انا بغيت هذا الشكل هذا، طبعا كنبقى ندير صف متقوب وصف يعني خاوي من هنا، صف خاوي من هنايا، صف عامر بحال هادي، ها هي عامره غتجي من التحت وهذه فوق منها بحال هكذا. وغادي نتلاقاو وتشوفوا التعليكه اللي غادي نصاوب بها هذا الصابلي هذا. نتلاقاو في المرحله الاساسيه. بالنسبه لهذا الدائري هذا هو هذا السمك ديالو راه رقيق، غندير وحده فوق وحده حتى هو التعليكه ديالو. وهذا الكارو هذا غادي نديرو نصاوب نتقبو بواحد ما عرفتش حطيتو كاع عفوا
هاني لقيتو هذا، ملي غننزلها في الطاوة ما عنديش المسافة فين غادي نوريكم هذاك الشيء باش ما وريتكمش. انا غادي ننزلها في الطاوة اخواتي وغادي نخويها من الوسط. هانتوما كنخويها من الوسط وغادي نهز هادي. طبعا انت كنحط كلشي في الطاوه باش ما يتخسرش ليا. غادي ننزل كلشي في الطاوه وعاد باش هذا سميتو الصابلي ديالي يبقى ليا مزيان. هو راه مزيان هذا مع الجليكوز مع سميتو، راه العجين تتبقى هي هي وخا تهزيها. للمبتدئات انا كنقول لكم من الاحسن هاد المرحله هادي باش تحيدوا هاد تخويوه من الوسط في وسط اللاطه ديال الحلوه، في وسط اللاطه اللي غادي تدخل الفرن. نتمنى تكون بانت لكم هي هذه في وسط اللاطه. غادي نجيبكم واحده اخرى، ها هي، وغادي نتقبها معكم من الوسط بحال هكذا بهذا ديالها. ها هي كنهز هذه بسهوله، ها شفتوا بحال هكذا. هذا كيمشي مع هذا، كيتباعوا هذا الكبير وهذا الصغير ديالو اللي كنتقبوا به من الوسط. ونتلاقاو في المرحله تشوفوا ان شاء الله الصابلي معايا مفيني، نوريكم التعليكات اللي غادي ندير فيه. هذه التعليكه اللي غادي ندير الاولى، غادي ندير عندي قرعه ديال الكونفيتور. الكونفيتور هو هذا ديال لابريكوت او المشمش. غادي خويت هذه القرعه هنا، وغادي ندير واحد 4 المعالق عامرين ديال سنيده. انا بغيت التعليكه ما تسيحش ليا، درت 3 المعالق ديال سنيده، وغادي نزيد واحد 2 معالق عامرين ديال الجليكوز. هاني درت الاولى، غادي نعمر الثانيه هي هادي، وغادي نشعل عليه اخواتي الفرن، نشعل عليه الغاز عفوا، وغادي نخليه يطيب يطبخ مزيان مزيان. انتم غتشوفوا معايا، وغادي اما ندير فيه الروح ديال الفرامبواز او ندير الروح ديال البرتقال. وراني دايره اللوز كونكاسي في الفرن تيتحمر غادي نطحنو، او الكوك. انا ارتأيت على انني ندير الكوك، واللي بغى يدير اللوز كونكاسي محمر يطحنو ويديرو، او لا بودر ديال اللوز، البودره ديال اللوز، او نديرو الكوك. اخواتي انا جربت وجربت، قلت لكم كنفيدكم بالحاجه اللي كتجي زوينه. انا درت في الصابلي ديالي درت فيه الكوك، غادي ندير هنايا الكوك حتى غادي طيب ليا هاد التعليكه، وغادي تعلك مزيان، غتطبخ مزيان مزيان، عاد غادي نزيد عليها هذيك المعلقه ولا جوج ديال الكوك محمر ومطحون. ونتلاقاو وتشوفوه معايا جاهز ان شاء الله. كما شفتوا اخواتي، هذا هو الجليكوز والكونفيتور اللي درت طاب. ها هو خليته حتى نشف مره الكونفيتور من الماء، غادي نزيد عليه شويه مليحه، غادي نزيد عليه شويه مليحه باش يجيني بنين. وغادي نزيد عليه هذوك 2 معالق اللي قلت لكم ديال الكوك حمرته هو هذا، غادي نعمر 2، غيعطيني واحد المذاق زوين وغادي تشكروني عليه. هذا غنعمر به انايا سميتو ديالي، وغادي ندير واحد شويه ديال، انا كنتحكم في اللون بارك هذا القياس ديال الفرامبواز، راكم عارفين الاحمر كيصبغ دغيا. بغيتو نحصل على هذا القوام، هذا هذاك الكوك كيبقى كيعطي واحد اللون زوين وواحد الباج مع الكرونه، راكم عارفين
مع الفرنبواز اللون ديالو احمر، وهذاك الكوك اللي حمرت في الباش تيعطي لون زوين وتعليكه زوينه. غادي نعمر بها الصابلي، نخليه يبرد وغادي نرجع نعمر الصابلي ديالي ونشارك معاكم هذه التعليكه الاولى. دابا اخواتي غادي ندوزو للنوغا، غادي ندير فيها جوج معالق ديال الجليكوز، وغادي ندير فيها 120 غرام ديال سنيدة، وغادي ندير الزبدة، غادي ندير واحد 70 غرام، 70 غرام ديال الزبدة، لأنني أنا بغيت النوكة ديالي تجيني رطبة، ما تجينيش قاسحة. أنا كنزيد شوية ديال الزبدة. وغادي ندير قبيصة الملحة، طبعا كل شيء مع مليحة كتجي الحاجة بنينة ولذيذة. غندير مليحة وغادي نرد هذا الشيء طيب حتى ينشف ليا مزيان مزيان، غنوريكم القوام كيفاش خصو يكون. عاد نزيد اللوز كونكاسي اللي هي 150 غرام او 160 غرام، كل واحد بغيت ديرو 150 غرام غتجيكم مزيانة في هذا القياس، او 160 غرام. اخواتي اعتذر منكم، انا كنت كيسحب لي بركت على الفيديو، هي كانت غير ما بركتش عليها، واخا بركت ما شعلش الفيديو. انا طيبت ديك التعليكه اللي درت معاكم اللي فيها الجليكوز والسنيده والمليحه والزبده، طابوا مزيان، تبقاو يديروا الفقاعات كبار، وتجانست العناصر ولات بحال الكريمه. زدت عليها سميتو، زدت عليها انايا هذا الفريز اخواتي، كيتباع بحال هكا حتى هو مع الفواكه الجافه. هذا الفريز قطعتو، راني صورت الفيديو للاسف ما تصورش ليا. دابا غادي نعمر في المولد السيليكون ديالي، كندير القياس اللي غادي نوريكم، كندير عي واحد شويه بزاف بحال هاد القياس بركه. هي راه غادي تطلق ملي غندخلها الفرن، راني دايره الفرن تيسخن. انا غادي نعمر هاد البلايص ديال السيليكون، وغادي نتلاقى نقادهم، وغادي نتلاقى معاكم ندخلهم الفرن، وغتشوفوها النوبه ديالي جاهزه ان شاء الله. اخواتي بعد ما كملت النوبه ديالي، هي هذه كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه بهذوك المقادير اللي عطيتكم، مضبوطه. الصابلي ديالي هو هذا، راكم شفتوه هانتوما كتشوفوه، اللي بغى الصابلي محمر هو هذا. كنضيفوا ليه هذاك المقادير اللي قلت لكم ديال، كنضيفوا له الفلون كراميل والجليكوز، كيعطي هذا اللون موحد، وهذا اللون اللي كتشوفوا فيه اللي بغى الصابلي يكون محمر. وهذا اللوز مهروشته محمر وهروشته بقشوره، وهذا اللوز كونكاسي حتى هو حمرته،
وهذه التعليقة اللي كنت درت معاكم البارح، وهذا العقيق هذا كان نصور به نزينه به تزين كيبقى على حسب. وهذا هو الفريز اللي كنت قلت لكم قطعته وزته مع هاد النوبة، مع هاد النوبة هذه فريز كيتباع هكا. كاين اناناس، كاين هذا الدلاح، وهذا هذا الاناناس، وهذا الدلاح، وهذا سميتو هذا الكيوي، تيتباعوا بحال هكذا. كنزينوا بهم الصابلي ديالنا وغادي نتلاقاو في مرحله التزيين ان شاء الله. اخيرا اخواتي، هذا هما اللي صابلي ديالي اللي صاوبت معاكم، هما هادو. كتبقى هذه اللي درتها بالنوقة، يعني لصقتها بهذيك لصقتها اخواتي وبناتي بهذيك التعليقة اللي درت معاكم، راه كلشي باين. وهذا الصابلي اللي درتو بالاناناس بالاناناس وباللوز كونكاسي، وهنا درت فيه في الحشو الروح ديال الليمون بوحدها، صوبت تعليقة اخرى ديال روح الليمون، هي هذه كتشوفوها. وهذا الصابلي ديالي هو هذا اللي قلت لكم تيجي منقوش، تيجي زوين ولذيذ. هذا هو الصابلي ديالي اللي صاوبت معاكم، كنتمنى يعجبكم. ولا عجبكم المحتوى ديالي والفيديو ديالي، عاونوني اخواتي بلي لايك، بلي لايك، وكتبوا بحقي كلمة طيبة. جزاكم الله عني الف خير، والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.